تسمعونا كراد على الحي تفي مع 93، تسمعونا بيان سور على 98.9 في تونس الكبرى ترافير الراديو بلاتين راديو، سينو www.hayetfm.net. موعد جديد مع الاخبار بيان سور ومع الجديد الموسيقى ومع الفقرات كالعاده. ليكيب حاضره من ليغا في الخرج التقني والرقمي محمد الخبو كوتي ديجيتال، وكالعاده ليكيب حاضره عزيز محمد سيرين. يا مرحبا. مرحبا، مساء الانوار، مساء الخيرات لكل المتابعين والمتابعات. ان شاء الله تعديوا معنا سهره ممتعه بالنسبه لليوم كيف ما عودناكم من 9 حتى نص الليل. مرحبا بكم، جينا ببقيه فقرات البرنامج. بالنسبه لفقره ديجور لليوم، باش نقدم لكم روايه بعنوان التنطوريه للكاتبه المصريه رضوى عاشور. اسمك بيزار شويه، تنطوريه هي من طنطا برمو. لا لا، هي منطقه في فلسطين. بالنسبه لتلفزت زمان، باش نقترح عليكم فيلم للبطل الصيني جيت لي، فيلم ممتاز بعد فرست اوف ليجند بيان سور، للممثل الكبير بيان سور جيت لي. محمد اهلا وسهلا. مرحبا عزيز، مرحبا توتليكيب. مرحبا عزيزي. مرحبا الطيب، اهلا وسهلا. مرحبا توتليكيب. مساء النور. شعبني فزت عزيز لعمل نصر الدين مره عزيز نصر الدين عوضني مره عبد العزيز مهم مستانس ديما يقول مرحبا الطيب. هذا قال له نصر الدين مرحبا بيك عزيز، قال له اهلا طيب مرحبا. مرحبا الطيب، نعاود من الاول. مرحبا الطيب، مرحبا توت ليكيب، ومساء النور للساده المستمعين الكل. بالنسبه لفقراتنا اليوم، مع عينك على اللي تعدى في اهم الاخبار، وبالنسبه لسيرة الحياه تاعنا فيلم اكا اللي هو فيلم فرنسي، ان شاء الله نشوفوه مع بعضنا من بعد. بيان سور. سيرين يا مرحبا. عسلامه طيب، عسلامه عزيز ومحمد والناس الكل اللي يسمعوا فينا على اذاعه الحياه تفام. جيناكم كيف العاده بالفقرات نتاعنا، وفي فقره الفوندو باش نحكي لكم على حدائق الحدائق المعلقه ببابل، وفي فقره راديو كاسيت اغنيه تحفونا برشا اللي هي وشكون منكم ما يعرفيش وما سمعهاش، ماريا للفنان ريكي مارتن. بيان سور ريكي مارتن ماريا باش نسمعوا بيان سور في راديو كاسيت. كالعادة نحن الميسيون تاعنا فيها برشا موزيكا، من بينهم نور قمر في ريبريز وجبك.